السلام عليكم، وياكم هيثم. المروحة الإضافية للتبريد شنو فائدتها؟ فائدة مروحة التبريد هي تقليل حرارة الراديتر البرة، فمن تقل الحرارة راح يقل الضغط. طبعا هاي معادلة البي في ار تي، يعني انه ضغط وحجم يساوي الحرارة ونوع الغاز. فمن الحرارة تقل الضغط راح يقل، لان التناسب بيناتهم طردي. من الضغط يقل يعني الكومبريسر راح يشتغل براحته، فبالتالي انت راح تجيك البرودة زينة وجميلة والكومبريسر ما يفصل. فبالعكس من انه ماكو مراوح شغالة نهائيا راح تبدي تصعد الحرارة ويوصل الضغط تقريبا للـ400، فيفصل الكومبريسر او ينفس روحه. فهسه انا هنا جاي اشوفكم الحالة هاي، طبعا تأثير المروحة مو انه الحالة مال توصل للـ400. فهنا عندنا هاي القراءات، هذا هنا الضغط مال الكومبريسر، وهاي هنا سرعة الفان. هسه هي حاليا اللي مشتغلة بس السرعة الاولى، اوكي. وهنا الضغط 200، طبعا من يصعد فوق الـ230 راح تشتغل السرعة الثانية، فالضغط رأسا راح ينزل. فنلاحظ هنا من صعد الضغط فوق الـ240 اشتغلت السرعة الثانية، فالضغط رجع نزل. فعزيزي انت اذا عندك الكومبريسر يفصل بس بالحرارات العالية، بس بالظهرية من شنو، ممكن تضيف لمروحة صغيرونة تصير من قدام. وهذا كان كل اللي عندي، وشكرا، في مال الله.